اهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان، وحلقه جديده من تبسيط العلوم. يمكن النهارده في يعني سلسله كبيره من تبسيط علم التاريخ واحداث كبيره جدا مر بها العالم الانساني، طبعا بدايه من تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن من قبل يعني ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوه الى ما شاء الله من التاريخ، وهو ما يوافق مقرر الصف الثاني الثانوي. النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن الدولة الإسلامية عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مع فتوحات كثيرة في عهد الخلفاء. يمكن في الحلقة السابقة تحدثنا عن الأخطار التي واجهت الدولة الإسلامية، ولكن في هذه الحلقة هنتعرف أكثر على ما حدث لهذه الدولة عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أدى ما أؤتمر به من ربه سبحانه وتعالى. النهارده بيسعدنا اعزائي المشاهدين ان يكون معنا الاستاذ هاني عنتر الصابر، معلم كبير لماده التاريخ بوزاره التربيه والتعليم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. الله يخليك. استاذ هاني صابر، يمكن الصابر دايما بنقول مهم جدا ان نتعرف على احداث لها يعني تاثير في مجريات التاريخ، وعلى أساسها بتتقدم الدول، على أساسها بتصادف الدول بعض المآسي. يمكن الدولة الإسلامية عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم شهدت نهضة كبيرة وفتوحات كبيرة مع وجود الخلفاء الراشدين وحروبهم المختلفة في نشر الدعوة الإسلامية إلى كل ربوع العالم. عاوزين نتوقف عند هذا المحطة ونبدأ مع حضرتك، ماذا حدث للدولة الإسلامية عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أنا عايز الأول خالص أرتبط مع حضرتك ونتفق على شيء. تمام. الدولة الإسلامية لم تكن في عهد الخلفاء لتكون بهذا الشكل، ولا في العهد الأموي ولا العباسي، لو ما فيش قواعد سليمة. حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع دعائم الدولة بكل ذكاء وبكل خبرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للدولة دعائم أساسيات تقف عليها، عشان كده ما تهزتش ومشيت. لما نيجي نبص عند الدولة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول توفى، ودي عبرة من العبر اللي احنا بنتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا بنعبد الله ولا نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ديت أول المشكلة حدثت عندنا في الدولة الإسلامية. تمام. صدمة للمسلمين مرة واحدة. مين يتخيل ده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يموت. محدش يتخيل. لو واحد عزيز عليك بتزعل، ما بالك بأحب الخلق. يعني احنا رسول الله بالنسبة لنا صلى الله عليه وسلم هو أحب إلينا من أنفسنا وأبائنا وأبنائنا ومن كل شيء. طب ده مات معقولة؟ محدش فكر بقى إن الآية اللي بتقول إنك ميت وإنهم ميتون، أو الآية اللي بتقول أو إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لا، احنا كنا بنبص آية نازلة بس مش متخيلين ان هي بالفعل كده. طيب تعال نشوف فتوحات الدولة ووضع الدولة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا هنشوف ثلاث خرائط متتالية. تمام. الخريطة الاولانية دي بتتكلم عن الفتوحات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والراشدين، كل واحد لون. رسول الله صلى الله عليه وسلم اللون الاخضر اللي جوه هو المدينة كلها، اللي هي الجزيرة العربية بالكامل، خلاص دخلت الاسلام كلها. تمام. ما فيش فيها حد لا يعبد الله. تمام. تيجي مرحلة ابو بكر، هياخد، انت واخد بالك ايه كده الحته بتاعت العراق دي، الولاد انا عايزك تركز وتبقى ماسك قلم كده وتكتب انت بايدك، حول الصوره لمكتوب، لشيء مكتوب في ايدك، حول الخريطه لشيء مكتوب. تعالى بقى نشوف بعد كده عهد عمر بن الخطاب، لا ده وسعت قوي، كبرت، شايف اللون اللي هو اللي اقرب الى البني دوت، هتبص تلاقيه دلوقتي بتوسع، ايه ده احنا خدنا فارس وخدنا جزء من بلاد الروم والحيره والغسانه ودخلنا مصر وطلعنا كمان على شمال افريقيا. يجي بعد كده اللون الاخير اللي هو عثمان بن عفان. عثمان بن عفان ايه ده الدوله وسعت قوي، ده دخلت كده هي في افريقيا ودخلت في النوبه ودخلت كمان في ليبيا ودخلت في اماكن كثيره جدا ودخلت وانتقلت الى ارمينيا، ده كل دي التوسعات. طيب نبص للخريطه الثانيه بتاعت الدوله الامويه. الدوله الامويه وصلت الى مراحل ابعد، دخلت كمان غير بلاد فارس، دخلت في الهند ودخلت في اوروبا. ايه ده الاندلس، الاندلس تحولت اللي هي اسبانيا النهارده، تحولت الى مكان وارض اسلاميه. وهندخل مع الدوله الامويه هنقعد 800 سنه. هندخل في الوقت ده هنقعد 800 سنه، ما فيش حد بيقعد 800 سنه في مكان الا اذا كان هذا الشخص بيعلم ما حوله، وكانت بؤره من بؤر الحضاره او مركز من مراكز الاشعاع،
بؤره دي اقل سيئه، نقولها مركز، مركز من مراكز الاشعاع الحضاري للعالم كله، الاندلس. اوروبا كانت هي جماعتها بيجوا اليها. طبعا بعد الدوله الامويه تيجي بعد كده الدوله العباسيه، اقصى اتساع للدوله، اقصى اتساع للدوله في تاريخها. تخيل الدوله في العهد ده وصلت لاتساع لا تغيب عنه الشمس. كان سيدنا كان هارون الرشيد الخليفة يقف كده ويكلم السحابة ويقول لها شرقي أو غربي، أينما تسقطين سيأتيني خرابك. روحي ناحية الشرق، روحي ناحية الغرب، مطرح ما هتنزلي مطرح هيطرع زرع هيجي فلوس جايين الضريبة بتاعتك، الضريبة بتاعتك. الله، يعني في أي حتة قمة يعني الإحساس بالمسؤولية ومعرفة يعني الأمور وتتابعها. طيب هنا أنا عايز الموقف المباشر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول بمجرد ما توفى الناس هنا كلها في حالة هزة ورد زلزال حصل للمسلمين، إيه ده معقولة؟ بس هنا في ناس لسه صحية وفايقة. الأنصار قالوا طب احنا هنعمل إيه بعد وفاة الرسول؟ تجمع الأنصار في سقيفة اسمها سقيفة بني ساعدة، ومقرروا اختيار، قالوا ما هو لازم حد يخلفه في الحكم، مين اللي يحكم؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم رجل دين ورجل سياسة. الدين هو تركه وعلمنا، باقي الجزء السياسي مين هيبقى مكانه؟ فهنا قرروا اختيار واحد من أصحابهم وزعيم الخزرج، سعد بن عبادة، زعيم الخزرج، خلوه خليفة المسلمين. أبو بكر الصديق كان هو والصحابة قاعدين في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول مات احنا لسه هندفنه. قالوا الحق، في جلسه دلوقتي عشان يختاروا الحاكم. هو مش ما سيبونا في اللي احنا فيه ولا لا يا جماعه، رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا بنكرمه، تكريمه بان تبقى دولته. صح. فجاء ابو بكر، الناس اللي بتقول لك هو معقوله ساب العزه وساب رسول الله في اللحظه دي؟ يا جماعه تكريم رسول الله بإبقاء الدولة، ده شأن المسلمين، شأن العظماء والدين الاسلام، وشأن العظماء ان يعرف ان لكل مقام مقال، وان هو يجب ان يتحرك. هو وعمر بن الخطاب وعبيده بن الجراح، ابو عبيده عامر بن الجراح وكان يطلق عليها امين الامه، طلعوا على السقيفه وقفوا وتناقشوا واتفقوا. يجب ان نقف عند التناقشوا واتفقوا، الحوار، وده مبدأ الإسلام بيصيغه، الحوار، تحاور، اقنعني، كلمني. عندما يقول لهم أبو بكر الصديق نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وضع قاعدة في الدولة، الإمارة في مكة في المهاجرين تحديدا، والخليفة، والوزارة في الأنصار، والوزارة هي الشورى. وقفوا وقرروا اختيار أبو بكر الصديق وبايعوه. تعال نشوف شكل تاني من اشكال الحضاره وقيمه من قيم الانسانيه اللي بنديها لك اهوت في المنهج. خد بالكم يا اولاد، بيقول لهم ايه؟ بيقفهم بيبايعوا وبيسلم عليه ويقول له انا اخترتك. الناس دي كانت من شويه اخترت واحد تاني. بيتفقوا على واحد تاني يختاروه، ويجي هذا الرجل يقنعهم بفكره فيقرروا ان هم يختاروه. في تاني ديمقراطيه اكتر من كده انك انت تقف والشخص والاتنين في مناظره قصاد بعض؟ سعد بن عبادة قاعد وأبو بكر الصديق قاعد، وهذا والاتنين للعلم يعني مش عايزين الزعامة ولا عايزين كده، ولكن عايزين حفظ الدولة. ويقفوا واتفقوا ويختاروا مع أبو بكر الصديق، وتم اختياره وبيعوه. أبو بكر الصديق بمجرد ما مسك الدولة وجد عنده مجموعة من المشكلات العظمى اللي بدأت تظهر. ايه مشكلات يعني ظهرت؟ ظهرت مشكلة ناس اسمهم مانع الزكاة، ومجموعة تانية اسمهم المرتدين، مجموعة تانية اسمهم المتنبئين. ثلاث مجموعات. المتنبئين مدعي النبوة. طب امال مانع الزكاة؟ اسمها مانع الزكاة، مش عايز ادفع الزكاة. ايه ده ضريبة انا مدفعها لقريش يعني؟ لا، هم مش اسيادنا. هم كانوا يعتقدوا ان هي لسيدنا محمد وليست للدولة الاسلامية. هي للدولة. خذ من اموالهم. يعني انت طبعا. هنا ده شيء ضريب. الحاجه الثانيه، الحنين للجاهليه. الاسلام كله تكاليف. اوعى تقول انا مسلم فكلمه انا مسلم ديت خلاص انا مسلم. ما انا مسلم، ولكن ما دمت انا بقيت مسلم ربنا عز وجل وضع عليا مجموعه من التكاليف، انزل عليا مجموعه من التكاليف لازم اعملها. الحنين للجاهليه، معقول انا هفضل كده على طول؟ لسه ما بعملش الاغاره، لسه مش هشرب الخمر، لسه مش هعيش حياتي بحريتها، مش هعمل كذا. هو انا لازم خمس اوقات في اليوم اصلي؟ هو لازم اصوم؟ هو التكاليف دي خلت البعض يفكر في الارتداد، والفلوس خلت البعض يفكر في كده، وبعضهم كان لسه داخل في الاسلام. يعني يمكن حداثه دخولهم في الاسلام، برضك الحداثه دي شيء من الاشياء.
والتنافس على الزعامة برضك، هو مكة يعني هو قريش هي فاكرة نفسها زعيمة العرب، ولا المدينة دلوقتي اللي فيها أبو بكر ده هو زعيمنا؟ ونقول حاجة تانية، إن في بعضهم مدعومين من قوى خارجية، الفرس بيزق شوية ويدفع بعض، والروم بيزق المجموعة التانية، وانت انت اللي هتظهر في الصورة، ودوت يدفع هذا للأمام وده يدفع هذا للأداء، عشان يبقى ايه الدولة اللي هتقف لي ديت وهتوجع لي. ما الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يتوفى عمل غزوة تبوك وخرج بجيش طويل كبير عريض، وقف قدام الروم، فين انتم؟ هربوا. طب ما احنا لازم نكسر الدولة دي بقى، ما هو مات محمد يعني عليه الصلاة والسلام، هو مات. طيب ايه نتائج حروب الردة ديت؟ ابو بكر الصديق طبعا عاد وحدة العرب تحت راية الإسلام، أوضحت قوته، وبرز عندي مجموعة من القادة، ظهر قادة جامدين قوي، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، شرحبيل بن حسنة، ظهر عندي عكرمة بن أبي جهل، مجموعة من القادة العظام اللي ظهروا، أبو عبيدة بن الجراح. اتاحت الفرصة لقوات المسلمين إن هي تشارك في معارك كبيرة، انطلقت الجيوش العربية خلاص للخارج. هذه الجيوش خرجت ولن تعود إلا بانتصارات. هي خرجت لمواجهة المرتدين، وبعد ذلك فوجئنا بقى خلف المرتدين، لما رحنا الشام وجدنا وراهم الروم، لما رحنا العراق وجدنا وراهم الفرس، فبدأت تحارب الروم تحارب الفرس، وديت هنا ما يطلق عليه اسم الفتوحات الإسلامية. تمام. الخريطة اللي قدامنا دي بتبين اتجاهات حروب الردة، وعلى فكرة هي مش حاجة قليلة. تخيل انك انت بيخرج عندك كل هذه الألوية، اللي رايح حضرموت، واللي طالع لعمان، واللي رايح البحرين، واللي رايح لليمامه، واللي متجه الى قباعه، واللي رايح اشراف الشام، واللي طالع في كل جهه، كل دي الجهات، وكانت دي مشكله من المشكلات الكبيره. تمام. طب فلسفه الفتوحات الاسلاميه، احنا بنعمل فتوحات ليه؟ نشر الدعوه الاسلاميه وتبليغ تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الاسلام. طيب هو اول حاجه لازم نقيسها، هو احنا عملنا الفتوحات مع مين؟ حاربنا مين؟ لما نيجي نبص احنا حاربنا مين؟ الفرس والروم، ضعاف ولا اقوياء؟ اذا انت احنا ما حاربناش مستضعفين. المسلمين في فتوحاتهم كانت مع دول كبرى، دول عظمى، ما بتجاش المستضعف، عشان ما يقولش اصل انا ضعيف وفرض عليا الاسلام دخل اصل استضعفني. لا يا سيدي، احنا ما استضعفناكش، فكر كده يا ولاد. هو لما استضعف احد فهو خد، بدأ بالكبير، الفرس والروم القوتين العظميين بتوع العالم في الوقت ده، هو دولت اللي واجههم. اذا انت تواجه امبراطوريات القياصره والاكاسره ولا تحارب ضعفاء. احنا ما بنقاتلش، احنا بنجي لك بقول لك انا بنشر لك الاسلام، انا بدعوك للاسلام، والله رضيت رضيت، ما رضيتش انا بعرض عليك انك انت تدخل تحت حمايتي بالجزيه، وهذا امر انت تفعله. تمام. والقتال هو اخر شيء. يعني اذا لم يقاتل المسلمين لمجرد القتال واخذ الاراضي والاموال، ولكنهم قبل ما قاتلوا دعوا للدخول للاسلام والاستماع الى يعني هذه الدعوه، لعلهم يعني يوصلوها الى رعاياهم. هؤلاء لهم مصلحه في منع هذا الاسلام، فدخل الاسلام كي ينتشر ويقدم هذا النور الالهي الذي قدمه للخلق كله. نشرنا الحق والعدل والرحمه والمساواه. الاسلام بمجرد دخولك لمكان، الإسلام يدعو للمساواة. مش دين حرب. لو حرب مش هقول مساواة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول لك لا فرق بين عربي أو عجمي إلا بالتقوى. إيه ده؟ مفيش فرق ما بين العرب والأعجمي، هو غير العربي. من أصل غرب، مفيش فرق بين ده وده إلا بالتقوى. إيه ده يعني تقواك تخليك على بص للحضارة الإسلامية يا أخي، تعال نبص للحضارة الإسلامية كده، ما هو أعظم الناس اللي عملوا باختراعات في الدولة الإسلامية اللي بنكرمهم في تاريخنا الإسلامي، بعضهم غير عرب. ولم نخجل لما أجي مثلا أقوم قايل الخوارزمي، ما أقولش ده أنا بفرح وفي كل حتة أقول هذا الرجل رجل مسلم وتعلم، فخر ليا، ما هو طب ده غير عربي، وايه يعني ان هو غير عربي؟ احنا الاسلام لم يتمسك بالايه؟ هو جعل للعرب كيان، ولكن لم يجعل للعرب اسياد ذو اصوات يجلدون بها الناس، ده اللي علمه لنا الاسلام. طب وصايا النبي للفاتح، ان الرسول كان يقول لهم ايه؟ هو واصحابه بعد كده الخلفاء الراشدين، لا تقتل شيخا، لا تقتل راهبا، لا تقتل امراه، اياك تقتل واحد شيخ ولا امراه ولا طفل، اياك. ولا راهب. لا ده وصيه لوحدها دي. ما حطهاش مع ديت، ده عملها كل واحده وصيه لوحدها. اياك انك انت تيجي تعمل اغاره بالليل، احسن الولاد تترعب او تخاف، او النساء يعني ما تغرش بالليل، ده مفاجاه وحلوه. لا احسن يتخض واحسن كده.
وانت واخد بالك مش عاوز يروع الناس ويخوفهم. واحنا لحد دلوقتي كده في حرب اكتوبر الساعه 2 الظهر بنحارب الساعه 2 الظهر، ما هي دي تعاليم الرسول لينا. صلى الله عليه وسلم. اياك تقرب راهب واياك تيجي على صومعه، ما تقربش منه، ده بيان لوحده كده، لا تقربوا راهبا يتعبد. الراجل ده ساب نفسه لعباده ربنا، طب انا هعمل له ايه؟ طيب لا تهدموا بيتا او معبدا، اياك تهد بيت، ما في ناس بتقعد فيه يا اخي، اياك تهد معبد، في ناس بتتعبد فيه، اياك تعمل كده. كلمه معبد ديت لما ياكل بقى معبد يهودي ولا مسيحي ولا وثني ولا ولا ولا، وده ايوه اللي معبد. حصل في مصر عند دخول الفتح الاسلامي، ما فيش اي تعدي على الكنائس ولا على الاديره ولا على المعابد اليهوديه. هو دين يدعو للاحترام، احترم الاخر، دين يدعو للاحترام والحوار المحترم، لا تحرق زرعا ولا تقطع نخلا. لا ما هو حتى لما جه الرسول صلى الله عليه وسلم او صحابته بعد كده فرضوا الجزيه، قال لك الجزيه ما تاخذش من ولا الاطفال ولا الشيوخ ولا الرهبان ولا النساء ولا ذوي العاهات، كل دولت ما باخدش منهم، مستضعفين. كل دولت ما باخدش منهم. الراهب ده بيتعبد هاخد منه ليه؟ النساء الاطفال الشيوخ الرهبان ذوي العاهات، كل دولت ما بناخدش منه. في تعليم، دي فلسفه الفتوحات الاسلاميه، الفتح الاسلامي مش ناس بتحارب ماسكه سيوف وراكبه خيول، اوعى الناس تقول لك الاسلام انتشر كده، لا لم ينتشر كده، ده احنا نشرنا العدل والمساواه لما دخلنا. قد دليل ابو عبيده بن الجراح خد الجزيه من اهل دمشق بعد ما دخل، لما دخل الروم مدينه دمشق بعد كده اعاد الجزيه، قال لهم انا مش هعرف احميكم عشان جيشي مش كامل، وهم مش هيعمل لكم حاجه لانكم على ديانتهم. واعاد فلوس اللي خدها مره تانية. ايه ده؟ هو في واحد بعد ما ياخد فلوس رجعت؟ اه احنا كمسلمين بنعمل كده. لأنها كان لها سبب. بالظبط، الحمايه والرعايه، احنا كمسلمين ده هو امرنا. طيب ديت جزء وده اللي احنا دليل الصدق في الدعوة، يعني الدعوة صادقة غير مخادعة ولا موربة بالظبط كده، للمعاني. وديت احنا بنطلق عليها اسم الفلسفه بتاعتنا. طب تعال نشوف بقى فتوحات المسلمين، الفتوحات الاسلاميه اللي في عهد الخلفاء الراشدين. احنا شفنا الخريطه بتاعت الفتوحات، اول شكل من اشكال الفتوحات فتح العراق، خلاص بدات المسلمين هناك، بعتناهم في حروب الرده، فبداوا يصطدموا ويحصلوا احتكاكات مع الفرس ومع الروم شويه كده، ولقينا خالد بن الوليد وهو داخل بيعمل الفتوحات بتاعته. الراجل ده في شهور قليله خد نصف العراق، نصف العراق. هو يعني فتح ازاي هذه المكان بالكامل، مساحه كبيره، ازاي فتحتها بالكامل كده؟ الناس شايفه وجه جديد، شايفه شكل جديد في المعامله. خاض مجموعه من المعارك يمكن اشهرها ذات السلاسل ومعركه الحيره والبويب والقادسيه والمدائن. مش هو لوحده، الشخص الاخر اللي كان بيقوم بالجهاد في تلك المرحله موازي في نفس الوقت مع خالد بن الوليد هو الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص اللي عمل فتح المدائن، وهذا الرجل حاصر مدينة المدائن وأكمل الفتوحات في باقي المدن التابعة للفرس. في خريطة هنا احنا عاملينها، الخريطة دي بتوضح فتوحات خالد وفتوحات سعد بن أبي وقاص، وبتشوف اتجاه كل واحد كان بيتجه ازاي، ده بيفتح فين. هنجد ناحية الغرب شوية خالد بن الوليد، ناحية الشرق وبيدخل جوه العراق وجوه فارس، وديت هي اللي بيعملها سعد بن أبي وقاص، والفتوحات بتاعتهم كانت فتوحات كبيرة وجليلة. طب فتح فارس، تبدأ المرحلة الثانية مع سعد بن أبي وقاص. الفرس بعد ما حدثت المشكلة الكبرى ليهم بهزيمتهم، وجدوا نفسهم أمام معضلة، نكون أو لا نكون، لأن هي دولة مكتملة الأركان حتى لها ديانتها المجوسية وعبادة النار. فجمع يزدجرد قواته، ودوت يزدجرد الثالث امبراطور كسرى فارس، ملك فارس امبراطورهم كبير، واتجه الى الاماكن اللي خدها خالد وقعدها مره تانية. سعد بن ابي وقاص قرر مواجهته وبدا يحاربه، وبالفعل استطاع ان هو يحاربه واستعاد الحدود الاسلاميه. وعمر بن الخطاب هنا لما عرف باللي حصل امر سعد بن ابي وقاص قال له اتجه الى فارس وافتحها. حتى فارس احنا خدنا، ادخل بقى على فارس. هم بدأوا هنا يهاجموا تاني وداخلين وعاملين جيوش وكده، ابدأ مهاجمتهم. وبالفعل ويمكن فتح الفتوح هي معركة نهاوند، هي فتح الفتوح ديت سنة 21 هجريا سنة 642 ميلادية. يزدجرد الثالث كسرى فارس، جمع جيوشه كلها ودخل زي ما قلنا. القيادة هنا كانت شكل تاني،
عمر بن الخطاب قرر أن يختار قائد جديد. خلي بالك عمر بن الخطاب قبل كده خالد بن الوليد في عز قيادته للمسلمين شاله وعزله، وعمر بن وسعد بن أبي وقاص بعد انتصاره عزله. على يعني احنا، وهذه الناس لم تغضب ولم تبكي. أنت متولي مسؤولية، أنت موظف لدى الدولة، تؤدي مأموريتك، انتهت مأموريتك فشكرا لك. هم قادة محترمين، قادة عسكريين متميزين، دخلوا وحاربوا، ولكن وجدنا في هذه المرحلة أن نعمان بن مقرن المزني هو هذا الرجل، رجل المرحلة. والرجل ده راح وحارب وانتصر، وانتصر الرجل ده انتصار كبير، ولكن استشهد في المعركة اللي حارب فيها. عايزين نقول حاجة، تبدأ بعد كده الفتوحات تتجه إلى الجهة الأخرى، الغرب، الدولة البيزنطية. أنا عندي خريطة هنا لفتوحات بلاد الشام، خريطة ملونة بتوجه اتجاهات كل مجموعة وكل الناس اللي راحت. يعني احنا عندنا أول مجموعة الأحمر دوت اللي هو مين يا جماعة؟ أبا عبيدة عامر بن الجراح، الجيش بتاعه. وبعد كده الجيش الثاني بتاع يزيد بن أبي سفيان اللي أخوه معاوية ابن أبي سفيان. عندنا الجيش الثالث اللي هو بالأسود دوت اللي هو الجيش بتاع شرحبيل بن حسنة. وبعد كده جيش عمرو بن العاص. في جيش خامس هيجي ماشي من مادية الشام، من العراق، يطلع للشام، اللي هو خالد بن الوليد. وهيجتمع من الجيوش كلها وتبدأ هذه المعارك اللي أهمها، طبعا انتصرنا في معارك كثيرة، المسلمين عملوا معارك كثيرة جدا في فتوح الشام، يمكن أهمها اليرموك، وبعد كده سنة 13 هجرية، ودي أعظم المعارك وأهمها، وخالد انتصر على هرقل الروم، خالد بن الوليد حقيقة. ثم أجنادين اللي انتصر فيها عمرو بن العاص على ارطبون الروم، وارطبون ده هو أعظم قادة الروم في هذه المرحلة. بعد كده فتح بيت المقدس، ودوت بنسميه فتح بيت المقدس، ده من أجمل اللحظات لدى المسلمين. هو مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصر بيت المقدس عمرو بن العاص، واتجه إليه بطريرك الروم أو البطريرك الكبير الكنيسة في بيت المقدس، نجده يقول لعمرو بن العاص، هو خلاص المدينة خلاص داخلها عمرو بن العاص، يقول له بس أنا مش هسلم المدينة إلا لخليفة المسلمين، أنا عايز أكبر واحد في المسلمين عشان أديله، دي أمانة. الله، معنى جميل. فيبعت له هنا يقول له معلش يا سيدي عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين، معلش لازم تيجي، لازم تيجي من المدينة عشان تستلم مدينة. كل هذه الفتوحات كمان يستلمها، مسؤولية وأنها قيمة لابد أن تقدم، يعني معنى كده أنه بيقدس المكان وبيعطي له أهميته. نعطيها ثلاث شخصيات كل منهم له خبرة وإحساس. بطريرك الديانة المسيحية أحس بأهمية هذه المدينة ووجوب استلامها لشخص ذو أهمية زيه. عمرو بن العاص اهتم بكلام ما قال البطريرك، ولم تأخذه العزة والقوة يفتح المدينة رغم أنه المدينة مستسلمة. عمر بن الخطاب ما قالش همشي أكتر من 1500 كيلو في الصحراء عشان أوصل لبيت المقدس عشان أستلم مدينة وأنا خدت الفرس والروم كلهم. لا يتكبر. الله، لا، ويمشي هو وياخد جمل وخادمه فقط، مش عايز بقى احراسه ولا حاجه. ويصل الى هناك ويروح هناك وياخدها صلحا، ويقوم يجي عمر بن صلحا الخطاب، وليس يعني انتصارا، وصلح لم ياخذه مثله. الله الله، واداهم مميزات لم ياخذها، وديت بتسميها العهده العمريه. العهده العمريه، عمر بن الخطاب يتعهد، أتعهد من أمير المؤمنين يعني عبد الله. يعني السؤال، ما هي العهدة العمرية؟ هي عهدة عمر. لا، نحن هنا نبص بقى إيه الصيام. الأثار المترتبة على موقف بطريرك بيت المقدس من المسلمين، الأثر المترتب إن هو موقفه من رفض تسليم بيت المقدس لعمر بن العاص. ممكن نسأل حاجة، في عهد من الخلفاء استلم المسلمين او فتح المسلمين بيت المقدس؟ او نقوله بشكل تاني، في عهد من من القادة المسلمين فتح المسلمين بيت المقدس؟ يعني ممكن تيجي القادة هنقول عمرو بن العاص، هنقول الخلفاء يبقى هنقول عمرو بن العاص. طيب بيت المقدس هو مهم؟ ايوه مهم،
وعمر بن الخطاب ليه قيمة إنسانية مهمة قوي هنا، الأذان إدان عليه وهو داخل الكنيسة، بيلف بالكنيسة، الراجل بيقول له تعالى اتفرج على الكنيسة بتاعتنا، عادي يعني ضيف عندك بتفرجوا على بيتك من جوه، تعالى ادخل الكنيسة بتاعتنا اتفرج عليها. أتى وقت الأذان فوجد عمر بن الخطاب يخرج للخارج وبعيدا عن الكنيسة ليتوضأ ويصلي. إيه هو أنتوا بتحرم عليكم الصلاة في كنائسنا؟ عمر بن الخطاب يضع رسالة، الله يقول رسالة، يقول له أنا خايف الناس تيجي من بعدي وتقول عمر صلى هنا، أنا بحافظ على بيت المقدس. فيجوا يزحموا يعني أصحابه في الصلاة من المسلمين أو يهدموه أو أو يفعلوا فيه أي لآخره، شيء. فيجدوا مثلا سبب للوقيعة، أصل هو عمر صلى هنا. صلى هنا إذن هو لنا مثلا يعني. هي دي الرسائل اللي الله أولادنا الله لازم الله، ياخدوها من إذن التاريخ عبر وفهم ونصائح كده يا فندم. بالظبط. وفي حاجة تانية، الفتوحات في شمال أفريقيا اتجه خلاص، خدنا الشام اتجهنا لشمال أفريقيا، العبرة هنا. مصر المهمة خدها عمرو بن العاص ودخل مصر. عمرو بن العاص لما فتح مصر تمسك بها أهل مصر، ولكن لم يأخذ النوبة، لم يصل إلى منطقة النوبة. النوبة الجزء الجميل اللي جنوب مصر، أبناء النيل، هذا الجزء لم يصل إليه. فجاء الصحابي سعد بن أبي السرح، عبد الله بن سعد بن أبي السرح، هو اللي فتح بلاد النوبة وفتحها صلحا. أهل النوبة كانوا بيدينوا بالديانة المسيحية، فعمل معاهم اتفاق اسمه اتفاق البقط، مش القبط، البقط. البقط ودوت اتفاق خاص بأهل النوبة إن هم ضمن حدود الدولة المصرية وقتها وضمن حدود دولة الإسلام، وإن هم يبقوا ولهم على المسلمين لهم عليه. يتعاملوا نفس إذن وحق المعاملة. الحماية هنا للدولة الإسلامية عليهم ولآخرهم. ودخلوا الإسلام، وحتى انتشرت فيهم الإسلام وبقت في دول إسلامية عظيمة فيهم. تمام. أما فتح سبيطلة هو آخر الفتوحات في هذه المرحلة، وسبيطلة هي في إفريقيا أو تونس دلوقتي. عبد الله بن سعد استأذن عثمان بن عفان، إيه ده خليفة جديد أهو دخل، تمام، عثمان بن عفان، وهزم جيش القائد جرجيوس. المسلمين كانوا بيسموه القائد جرجير، الاسم صعب، جرجيوس، والمسلمين كانوا بيطلقوا عليه اسم القائد جرجير، وده قائد بيزنطي حارب المسلمين وانتصروا عليه وقتل في المعركة. طب ايه النتائج؟ ما الآثار المترتبة على فتح المسلمين لسبيطلة؟ تمام، فتح المدن والحصون زي قفصنا وحصن الأجن. تمام، بشكرك أستاذنا أستاذ هاني عنتر الصابر، أستاذ ومعلم كبير لمادة التاريخ بوزارة التربية والتعليم. شكرا يا فندم على هذا التبسيط الواضح الجميل، ونتمنى لك مزيد من التوفيق إن شاء الله. شكرا يا فندم، كتر خير. نتمنى لكم أعزائي المشاهدين وأولادنا وبناتنا في الصف الثاني الثانوي أن أنتم تكونوا وصل لكم المعنى مبسط كما قدمه لنا الأستاذ هاني عنتر الصابر. بشكركم، أتمنى لكم النجاح والتوفيق. إلى اللقاء.